بيتلقى رسالة الصراع المذهبي السني الشيعي، من الذي يتصدر هذه الرسالة ليه؟ احنا اللي بنتكلم عن سني شيعي. حتى لو كان اجابها وسائل الاعلام المصرية او كفكرة رئيسية او اساسية، الاحاديث لو تابعنا الاحاديث العربية والاسلامية هنلاقي ان هم بيتكلموا عن صادق خان الشيعي. يعني هذه هي الرساله اللي احنا بنبص ليها. ما اتكلمناش عن ان هو مسلم فقط، لا، هم اللندنيين ما بصوش اصلا شيعي ولا مسلم ولا مين. احنا اللي بنتكلم بقى ده احنا مش قلنا مسلم بس، احنا قسمناها الى سني وشيعي. نجح الخارج دكتور سعيد الى حد كبير في ربما خلق نوع من الطائفيه داخل العالم الاسلامي. ما يشهده العراق من ازمات مختلفه كان اساسه هذا الإشعال لهذه النقطة تحديدا، نقطة الطائفية ما بين سنة وشيعة. يعني سوريا أيضا في كثير من الأحيان بتعاني من الطائفية بداخلها. يعني أنا كباحث في الدراسات الإسلامية أعتقد أن أول مرة يتكلم أحد عن أن هناك سنة وشيعة هو الغرب بشكل عام، وكيري نفسه عندما تحدث أكثر مرة، وزير خارجية أمريكا عندما تحدث عن أنه يريد جيش مسلم سني، ومعنى ذلك أنه ميز بشكل أو بآخر واستخدم أسلوب طائفي في الحوار، ورددت الصحف العربية من المحيط الخليجي هذا الأمر بشكل أو بآخر، ولم تعلق أن أمريكا نفسها هي التي تشعل نيران الطائفية. نعم. يعني حتى زي ما الأستاذ أحمد الصفا قال منذ الحرب العراقية الإيرانية بدأت هذه السياسة وعاقبتها في أعقاب الغزو الأمريكي، وقبل ذلك هم يعدون العدة لأن يشعل منطقة الشرق الأوسط بحروب طائفيه بشكل أبوه. لكن حتى بإعاز منهم تحدثنا عن صادق خان على انه مسلم شيعي، من قال هذا؟ احنا بنتلقف طرف الخيط وبنكمل. انا اعتقد ان هذا خطأ كبير، ولا يجب ان نفرح لان مسلم اصبح عمدة لندن او عمدة باريس او عمدة حتى واشنطن. كل هذه امور لم ينظر اهل الغرب، يجب ان ننظر كما ينظر هو. لكنك ذكرت في بداية كلامك دكتور سعيد بانها نوع ربما من المماينة في اتجاهات يمينية متطرفة ظهرت في العالم الغربي. الغرب يكرس هذا، وصلت إلى ذروتها الآن في الدعاية الانتخابية للجمهوري دونالد ترامب. يعني هم لم يتكلمون عن أن صادق خان ليس مسلما شيعيا، لكن نحن بإعاز منهم وبتصدير منهم هم الذين تحدثوا عن هذا الشيء وجعلونا نكتبه مثنى وثلاث ورباع ونملأ الدنيا كلها طنين. لماذا هاجمه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمعسكر المنافس له المحافظين بأنه ربما يتعاون مع جماعات إرهابية وجماعات متطرفة؟ ما أنا برجع أقول لك تاني إن بعد إذا كانت هذه النقطة غير منظور لها، هي دي صراع المنافسة، ده يعني ممكن نشوف إن ده طبيعي في المنافسة. لكن أنا يعني لاحظت إن في تصريحات من قيادات في حزب المحافظين بعد الإعلان انتقدت الحملة الانتخابية للمنافس. قرينا كذا تصريح، ده يعني دل ارجع تاني اقول ان ده بيحد او بيوقف او بتمدد التيار اليميني لما بيلاقي ان الشعبيه ان هذا الخطاب ليس له شعبيه، وبالتالي بيوقف استخدامه او بيحد من استخدام هذا الخطاب. نعم. الأستاذ حسني إمام الكاتب الصحفي من لندن ينضم إلينا عبر الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا بهان. اهلا بك استاذ حسني. في اي اطار بتضع فوز صادق خان في منصب عمده بلديه لندن؟ شكرا. هي عباره عن قصه نجاح ايجابيه بتثبت ان ممكن تحقيق الحلم اذا من سهر الرجل السياسه في المجتمع ولم يتوقف عند حد ما. وبتثبت التجربة أيضا أن لندن مدينة ليبرالية يسارية في الحقيقة، ولكنها عبارة عن بوتقة بتنصهر فيها كل الأجناس والأعراق التي تعيش تحت سمائها. ده الحقيقة. إنما ما أريد أن أشير إليه بالتحديد هنا أن صادق خان بالرغم من أنه مسلم، إنما من انتخبوه كانوا يعلمون أن الدين يعني قيمة سامية في المجتمع ولها مكانتها الرفيعة، إلا أنها لا تتدخل في السياسة، وهناك خلط
بين الدين والسياسة في نظر البعض، ولنا في مصر تجربة للأسف دفعنا ثمنها من خلال هذا الأمر. نعم، لكننا بنتحدث عن دولة بشكل أو بآخر نمت فيها الكثير من الجماعات الإسلامية، كان فيها وضوح جلي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تحديدا. إذن هل من تأثيرات مختلفة عن هذا الأمر داخل المجتمع الإنجليزي وهذه الاختيارات بشكل أو بآخر سواء كانت مباشرة أو حتى غير مباشرة؟ هو السؤال في محله، ولكن موضوع الإخوان والتنظيم الدولي أمر آخر. بطبيعة الحال هناك قلق والسياء من هذا الأمر، سواء حتى داخل الصفوة البريطانية التي بدأت تشعر أن بالرغم من اتجاهات بريطانيا الليبرالية وأن كل حرية التعبير أمر مهم ومقدس، إلا أنها أدركت من خلال ما يجري في مصر ومن خلال التقييم الذي قامت به الحكومة البريطانية وقالت فيه أن الإخوان المسلمين قد يظهرون غير ما يبطنون ولهم مآرب أخرى، وبالتحديد قال التقرير أن يعني الإخوان المسلمين بالرغم من إنكارهم ممارسة العنف إلا أن هناك أدلة تثبت بشكل قاطع على أن لهم دور في العنف الذي يجري في مصر للأسف الشديد. إنما ما أريد أن أقوله أن انتخاب صادق خان أو صديق خان كما يقولون لم يكن تحت تأثير التيار الديني أو له، وبعدين أود حتى لو كان مؤثرا في الداخل أو حتى في أصوات الانتخاب أو من أعطوه هذه النسب. هذا ما أريد أن أقوله عندما تحدثت سيدتي، أن لو حبينا نبالغ في حجم المسلمين في بريطانيا ربما لا يزيد عن 2% 3% من إجمالي السكان، ومن انتخبوا العمدة الجديد لم يكونوا يضعون في حسابهم الأمور الدينية على الإطلاق. صحيح أنها كانت موجودة ومؤثرة، إنما هو نفسه كان يحاول الابتعاد عن أي تيار ديني أو وبعدين كان واضحا في كلمته بعد انتخابه من أنه سيعمل كل الناس القاطنين في لندن، وبطبيعة الحال هذا كان بمثابة تهدئة ليس فقط بالنسبة للبريطانيين الحاليين. طبيعة المهام إذن أستاذ حسني وغيرهم من الأعراق الأخرى، تفضلي سيد. طبيعة المهام التي يقوم بها عمدة لمثل هذه المدينة العاصمة الكبيرة لندن. أوكي، العمدة سيدتي هو المسؤول عن الشرطة، هو المسؤول عن الأمور البلدية، وهناك حاجة اسمها لندن أسمبلي اللي هو زي ما تقولي مجلس لندن الذي يضم الأشخاص المنتخبين من مختلف الأحزاب السياسية. إنما وأنا ذكرت هذا لكين ليفينغستون وهو يساري عمالي أيضا تولى المنصب لمدة 8 أعوام، قلت له أنك ليس لك أي سلطان على تعديل ضرائب أو رفع ضريبة أو خفض ضريبة، لأن دورك هو مجرد أن أنت ترعى مصالح وشؤون العاصمة البريطانية بما في ذلك المواصلات، والمواصلات في لندن مشكلة كبيرة، وبالتالي هذه من المعضلات التي ستواجه العمدة الجديد، وكذلك موضوع الإسكان، لأنه من الصعب الآن على أي شخص يبتدئ الحياة العملية أن يتمكن من الحصول على مسكن لائق. نعم، إذن حلول للمشاكل الداخلية لتسيير أمور الحياة داخل العاصمة سواء فيما يخص الإسكان، المواصلات، أو حتى الحالة الأمنية متمثلة في جهاز الشرطة داخل العاصمة. الحالة الأمنية بالتأكيد، وهذا كان أمرا واضحا بالنسبة للحملة الانتخابية للعمدة الجديد، لأن كان هناك من يشكك أنه كونه مسلم ربما له تعاطف مع التيارات الإسلامية. نعم، المتطرفة. هل من أقلام إنجليزية تحدثت في نفس السياق؟ نعم،
هل من أقلام إنجليزية تحدثت في نفس السياق؟ المنافس له كان يثير خلال الحملة الانتخابية بشكل سلبي هذه الأمور، وبالتالي ربما أيضا كانت من الأمور المرجحة، لأن اللندنيين بطبيعتهم ناس يميلون إلى التمرد على إذا ما كان هناك أمور سلبية بتثار حول شخص يتولى منصب عام. فبطبيعة الحال كان منافسه زاك جولد سميث بيثير أنه باعتباره ظهر في مناسبات عامة مع بعض في محاولة لهزيمته أو التغلب عليه. عفوا، أنا أحاول أن أستعمل السياق العام للجملة، فأرجوك أرجوك أن تديني فرصة أكمل جملتي عندما أتحدث، وإلا هذا الأمر يعني من مصلحة المشاهد أن يسمع إذا أردت أن أقدم رأيي. نعم تفضلي سيدتي. لا تفضل حضرتك. تفضلي. أتحدث على أن سلاح الديانة اتخذ من عدوه في المنافسة أو من منافسه مجرد ورقة ضغط للحصول على مكاسب. عفوا مش موضوع الديانة، وهذا أمر لو أثير في لندن ربما كان انقلب عليه تماما. ما قيل من جانب منافسه المرشح المحافظ من أنه ظهر أبدى تعاطف لبعض المتطرفين الإسلاميين، وكان رد العمدة هو الجديد هو أنه باعتباره محامي مختص بحقوق الإنسان، دوره هو الدفاع عن أي متهم حتى لو كان قاتلا، لأن هذا هو دور المحامي، ومع عدم الوقوف أو الانحياز لهذا الطرف أو ذاك. إنما التجربة العامة انتخاب العمدة البريطاني، وربما من المفيد أن نعلم أنه ليس الأول في أوروبا المنتخب من أصول إسلامية، فعمدة روتردام أيضا، لا أعلم ما إذا كان المشاهد المصري يعرف هذه الحقيقة أم لا، هو أيضا من أصول إسلامية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي حسني إمام، كنت معي من العاصمة البريطانية لندن. تعليق حضرتك على ما ورد يسير في نفس السياق دكتور سعيد، بأن ديانة لا مكان لها في الاختيارات، وأيضا أمور داخلية ومهام لهذا المنصب فيما يخص الإسكان المواصلات والشرطة. يعني هذا ما قاله الأستاذ حسني إمام عندما أكد أن صادق خان لم يقدم نفسه للمجتمع اللندني على أنه من أصول إسلامية إطلاقا، فقط أنه تحدث عن تخفيض الضرائب، الصحة، التعليم، أمور تهم المواطن من ابن يعني من ساكني لندن، لكن بشكل أو بآخر أيا كان يعني أطرح هذا السؤال، لماذا نفرح كثيرا إذا كانت هناك خلافات بين إسرائيل مثلا وبين بعض الدول كانت ما كانت حتى في واشنطن مثلا، نفرح كثيرا، لماذا نفرح كثيرا عندما يكون هناك شخص من أصول إسلامية حتى لو لم يكن يعني مسلما حقيقيا بقدر ما يكتب في البطاقة أنه مسلم؟ يعني لماذا نفرح لأشياء لا تستحق الفرح؟ يعني نقيم الدنيا ولا نقعدها لأن شخصا اسمه صادق خان من أصول إسلامية أصبح عمدة لندن، يعني ولا نحاول أن يعني نبحث في الأسباب التي أدت إلى فوز هذا الرجل، ونتيجة ذلك يعني نعرف جميعا أنه اختير لأنه مواطن من أبناء لندن أو من مدينة لندن لأكثر ومنصبه أخر. ربما سألت عن طبيعة المهام لأنه لا يتدخل بشكل أو بآخر في رسم سياسات أو حتى الاشتراك فيها للسياسات الخارجية، لكنه سيظل بشكل أو بآخر في هذا المنصب قريب جدا من المطبخ السياسي الإنجليزي بشكل ما، لكن على أي حال أعتقد أنه لم يتم اختياره لأنه مسلم ولكن لأنه مواطن بريطاني. هل من الممكن أن نجد في يوم من الأيام رئيس الوزراء بريطانيا مثلا؟ طب ليه ما نقولش هل من الممكن أن نجد وزير أو رئيس وزراء يعني آسف ان انا بقول مسيحي في مصر او في الوطن العربي؟ لما نتعلمش من التجربة بدل ما احنا بننظر الى الاخرين باستعجاب او باستعطاف او ما شابه، نتعلم من هذه التجربة ان الاختيار الناخب اللنداني كان على اساس الخدمات اللي هيقدمها، من افضل مرشح هيقدم لي خدمات، بعيدا عن